اخبار الفجر المغربيه سي احمد بن نونه عضو مجلس الائمه، كيفاش تقارن بهذا الراسي اللي احتضنوا الجماعات الماضيه تحت شعار دور الجماعه الترابيه في النهوض بقطاعات الاقتصاد الازرق والتراث البحري المحلي؟ شكرا سي عبد الحفيظ. احمد بن نونه مستشار بجهه طنجه تطوان الحسيمه. بالمناسبه كنشكر المرصد الجهوي للحكمه الترابيه على الاستضافه ديالو لهذا اليوم الدراسي حول الاقتصاد الازرق ودور الجماعات الترابيه في التنميه ديالو. استدعيت اليوم كمستشار بجهه طنجه تطوان الحسيمه قصد التعريف بصندوق الدعم للمقاولات والتعاونيات والمقاولون الذاتيون والمقاولات الصغرى والكبيره والمتوسطه. هذا الصندوق اللي جاء تماشيا مع الرؤيه المستنيره لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وبالاخص اللي ذكر في الخطاب ديالو في مناسبه افتتاح الدوره الخريفيه البرلمانيه لاكتوبر 2022، وتماشيا مع مخطط التنموي الجديد 2035 ومخطط الجهوي للتنمية 2022-2027، وبشراكة مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية والمركز الجهوي للاستثمار، أطلق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صندوق الدعم للاستثمار الشمال للاستثمار والتنمية، وأطلق عليهم اسم نورديف. هذا الصندوق اللي كيمول وكيدعم الجمعيات والمقاولات المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة في حدود واحد مبلغ مالي بالنسبة للمقاولين الذاتيين إلى حدود 100,000 درهم، بالنسبة للتعاونيات في حدود 1,000,000 درهم، والشركات الكبرى والمتوسطة حتى 10 مليون درهم. بعد دراسته وكيدعم الجمعيات المبتكرة في إطار هذا المخطط والاقتصاد الأزرق. هذا المهم الجهة ملتفات الصندوق هذا بعض المعايير اللي كتدعم الجمعيات والتعاونيات والشركات اللي كيخدموا اللي كيخلقوا فرص شغل، توفير فرص الشغل بالنسبه للنساء وفرص الشغل بالنسبه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه وفرص الشغل بالنسبه للشباب المعطل اللي ما كيخضعوا للتمدرس ولا لاي تكوين مهني. وبالتالي كنتمنى التوفيق للجميع، وحنايا يعني باش نسوقوا هذه المبادره هذه للجهه. وكنتمنى من الاشخاص المعنيين وحاملي المشاريع باش ينسجموا باش يتاقلموا مع هذا. وشكرا. وسعيد كيف كتشوف ولوج الفئه النسويه الى هذا القطاع اللي كان ما هي مبادره جدا، ومنها كذلك من تعاون مدينه مارتيز، مبادره جد ممتازه لان هذا القطاع هذا كان حكرا على الرجال. وهاد دابا بدينا كنشوفوا تعاونيات وجمعيات نسويه بالاخص واخص بالذكر، وهذه بعض خطى ثابته ونجع في سميتو في العمل ديالهم. بالضبط اخص بالذكر الجمعيه ولا التعاونيه ديال المقيده بمارتيز خديجه حبيبي رئيسه ديال ما شاء الله عليها ان هي مواكبه هذه السياده، وكنتمنى لهم التوفيق. عطات واحد الصوره جميله على المراه وعلى المراه جديده على المراه في القطاع هذا اللي كان محتكر على الرجال. وانا كنقول لك حنا كجهه مستعدين للدعم لهذه المبادرات بحال هذه. شكرا سي محمد سعيد اقداح نائب الكاتب العام للمرصد الجهوي للحكمه الترابيه. بادي الامر كنقدم لكم الشكر والتقدير والثناء على التغطيه لهذا الحدث المتميز، وهذا اللقاء اليوم ياتي في اطار الشراكه اللي كتجمع المرصد الجهوي للحكمه الترابيه مع جل الجماعات الترابيه اللي متواجده في جهه الشمال، وخصوصا المسجد الجماعي لمدينه نودك.
كيفاش ماذا اخترتوا هذا العنوان سميتو هذا الشعار دور الجماعات الترابيه في النهوض بقطاع الاقتصاد الازرق والتراث البحري المحلي؟ كما تعلمون كما يعلم الجميع بان جماعه المضيق هي من احد اهم الجماعات الترابيه اللي متواجده في الشريط الساحلي، وكتعرفوا ايضا عندها واحد الميناء وكتشغل في واحد اليد العامله مهمه جدا اللي كتنتعش مور هذا القطاع ديال الصيد البحري. فكان من اللازم وكان من الضروري ننظموا هذا اللقاء في هذا الموضوع، ونستدعوا له خبراء متخصصين في هذا المجال والناس العاملين في المجال، سواء تعلق الامر بالفاعلين المؤسساتيين الرسميين او تعلق الامر بالفاعلين الاساسيين في المجال، يعني كنقصد بذلك المهنيين والحرفيين، ولمسوا هذا الموضوع من جوانب ومن زوايا متعدده، ونشوفوا الاكراهات والتحديات، ونبحثوا جميعا عن الحلول الممكنه لهذا القطاع. سميتو القطاع يعرف بعض الاكراهات، وخصوصا القطاع البحري يعرف انقراض كثير من السمك، وما هي ابرز الاسباب ديال هذا؟ نعم، كما تبعنا جميعا العرض اللي تقدم به السيد المندوب ديال الصيد البحري عفوا، عطى في الحقيقه ارقام مخيفه جدا، والسبب مع كامل الاسى والاسف السبب الراجع في ذلك كيرجع للتلوث، وما كاينش واحد الوعي واحد الثقافه ديال 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 الصيد. وعطى واحد المثال ديال واحد الشانكيتي اللي مع الاسف اللي كيستنزف ثروه سمكيه. اذا خص اولا التحسيس والتوعيه، وخص كذلك ايضا الضرب بعض الاحيان الضرب ديال الحديد الزجر لكل من سوت له نفسه الاستهتار بهذه الثروه السمكيه. كما قال السي رئيس جامعه المضيق، صيد الشنقيطي في اوروبا كيزرع 20 سنه السجن. نعم 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 نعم، هنا بالعكس نفع عندنا هنا امام الجميع بدون كامل الاسف. للاسف هذا الموضوع خصو الصرامه وخصو التصدي لهذا المواطن. المواطن الي المواطن خصو يعرف بلي هذا الشنقيطي هذه كما قالوا الناس المتخصصين قالوا هذا كاين واحد المجموعه من الثروه السمكيه، كاين الحوت كبير كاين الحوت صغير الى غير ذلك، كيتم الاستنزاف ديالها ومع ذلك في الاخير ما غادي تلقى شي الحوت في الاخير. شكرا لكم على التوفيق وبارك الله فيكم. هذا شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم هائشه الصافي عضوه بهيئه المساواه وتكافس بالجماعه الترابيه بالمضيق وكذلك بالمجلس فنيدق. اليوم كتواجدوا بالجماعة الترابية بالمضيق، المشاركة ديالنا والحضور ديالنا ضمن اليوم الدراسي حول دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاع الاقتصاد الأزرق والتراث البحري المحلي. وحنايا كفعالية المجتمع المدني ديال المدينة كان التدخل ديالنا مقتضى بالتساؤل ديالنا حول التلوث المياه اللي كيعرف البحر ديال المضيق والتشكيل ديالو الخطورة على الثروة السمكية. كان طبعا سؤال موجه لقطاع الصيد البحري وكيفية حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تلوث المياه، وكذلك تم التطرق في هذا اليوم الدراسي حول المضيق وكذلك ثلاث الموانئ البحرية اللي الترفيهية اللي كتسخر بها المنطقة والتوفير ديالها فرص الشغل الهامة لفائدة أبناء المنطقة. وكان طبعا مطالب ديالنا لأن هذا الشيء هذا ماشي كان في ثلاث شهور في السنة فقط، بل كان المطلب ديالنا أنه يكون امتداد على الأشهر الأخرى وإيجاد بدائل بالرياضات المائية اللي تكون كتوفر فرص الشغل دائمة لأبناء المنطقة. وطبعا المجالس تتفاعل مع هذه المطالب ديالنا ومع التدخلات ديالنا، ومشكورين جدا على هذه الالتفاتة اللي قاموا بها وقاموا بهذا اليوم الدراسي هذا. كما كتعرفوا بأن منطقة المنطقة أستاذ عائشة بواحد النقطة، واحد المداخلة ديالك كانت قيمة في الصميم ديال سميتو المدينة، كلي عقلنا المدينة لا توفر على متحف. طبعا أكيد لأن المدينة ما كتوفرش بلا واحد المتحف اللي كيضم التراث ديال المنطقة البحرية، وخصوصا أننا نتواجد على الساحل
ديال البحر الأبيض المتوسط بأن المنطقة بحرية 100%. طبعا كانت مطالبنا بأن يتم إيجاد رقعة لبناء واحد المتحف يكون يضم جميع التحف البحرية وكذلك يكون كيعطي واحد التاريخ ديال المنطقة وكذلك يكون كيضم بالداخل ديالو مجموعة المواد اللي كيستعملوها البحارة بالتعريف بهذا القطاع الصيد البحري والتعريف بالمنطقة من حيث الموروث اللامادي للمنطقة البحرية. هادشي هدايا طبعا غادي يكون واحد الإضافة نوعية للمنطقة وخصوصا لأن المنطقة السياحية وكذلك تستقطب واحد المجموعة ديال السياح اللي كيجيو يزوروها، لما لا يكون عندنا واحد المتحف كذلك باش يجيو السياح يطلعوا على تاريخ المنطقة وكذلك على التاريخ البحري ديال المنطقة. وهذا غادي يكون إضافة نوعية بدل أننا احنا فقط كنركزوا دابا حاليا في التراث اللامادي الجبلي ومنطقة جبلية. المنطقة جميلة جدا كتوفر على جوج أهم الثروة الطبيعية وهي الثروة الغابوية وكذلك الثروة البحرية. فاحنا يوم المنبر ديالنا كنطالبوا باش استثمار هذه الثروة البحرية داخل البحار من خلال الأسماك من خلال القوارب من خلال الاصطياد إلى آخره، وكذلك من خلال هذا المتحف هدايا اللي يكون كيعرف بالمنطقة ديالنا. شكرا سيدة عائشة الصافي. من المنبر كنبغي نقدم كلمة شكر للسيد رئيس الجامعة الترابية على الاحتضان ديالو اليوم الدراسي وكافة الشركاء المتدخلين اللي جاو قدموا لنا في العروض اللي قيمة وهضروا في القطاع وكذلك كافة المتدخلين تعاونيات الجمعيات البحرية. ومع السلامة.